يعني بعدلكم ايش قد؟ بعدين 22 نقطة تقدرين تحصليها؟ يا رب. بجواب واحد السؤالين ما جاوبت عليه. ما لازم. يعني 29 27 إذا زيت من الزيوت عرفتي لربما يجيب لك نقاط، لأنه زيت عباد الشمس جاب 27. إذا جاب لك 22 أنت فايزة. والسؤالين اللي ما جاوبتي عليها مو مهم. ما مهمة. إن شاء الله. شنو رأيك؟ يا الله. يعني تجيش النقاط؟ يعني زيت الزيتون. ما أدري. يا رب يكون إلى نسبة كبيرة. ممكن. شلون وضعك أنت؟ نفسياً؟ إيه؟ يعني نوع من الارتباك، لأنه ما بقى شيء فارق قليل. وهذا على حافة يعني. هو هذا على حافة. مو صح؟ إيه. يعني بالنسبة لي أغلب. مو. يعني لو. ما بالك أنا. ما بالي بأنتي. بعد ليش ما جاوبتي على السؤالين الاخرين حتى تتمكنين بشكل كامل؟ ان شاء الله معك. ويا شباب ها كلكم تدعون زوين. ها نزلت كيلو. انت نزلت كيلو وين؟ يا بحر الموتي. من تخلص الحلقة أخذ وزنك أشوف وزنك. لا يا الله خلينا نشوف. إذن والسؤال الثالث كان نوع من أنواع الزيوت. أحمد قال زيت عباد الشمس وجاب له 27 نقطة. أنت قلتي زيت الزيتون. إذا جاب لك 22 نقطة فأنتم مبروك عليكم. أما إذا قل من 22 يا ويلي عليكم. إيش قد؟ إيش قد؟ يلا يلا يلا. مبروك. تعالوا انتم. جد اعصاب. توتر خلاص. مبروك لعائلة اللامي هذا الإصرار على الفوز. يعني اكو تفاوت كان. زين احمد صعد بنقاط عالية 122 نقطة. وكملت الاخت نور بالسؤال الثالث جاوبت عليه وكان جواب اقوى من جواب احمد انه زيت الزيتون هو افضل من زيت عباد الشمس. زيت عباد الشمس جاب 27، زيت الزيتون جاب 28، فتعدت ال 200 نقطة واخذوا الجائزة اللي قيمتها 10 مليون دينار عراقي. ألف ألف مبروك قناة MBC عراق. تبارك لكم هذا الفوز وهذه الجائزة. فألف مبروك عليكم. ألف مبروك. ألف مبروك. أنتم جهدكم. الله يخليك. مبروك. مبروك. مبروك لعائلة اللامي هذا الفوز اللي استحقوه بجدارة. مبروك 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 مبروك. هي حتى ايضا هو ياخذه. اوقف. لا 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 تعال اوقف. يريد يشرد الاخ. يريد يشرد الاخ. يريد يشرد ويشرد. ولكن قبل هذا ان نقول اعزائي المشاهدين استمتعنا مع عائلة اللامي ومع عائلة عبد الله في حلقة مثيرة وجميلة وكان فوز يستحقوه. فالف مبروك لهم وشكرا لكم على هذه المتابعة.